نظم فريق البحث في حسن الأداء الإداري والمالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط ندوة حول الصفقات العمومية بالمغرب بين إدارة الإصلاح وتحديات الإنجاح. سهام بوخليفي وياسر المعسي. خلال هذه الندوة انكب المشاركون على طرح ودراسة التحديات المتعلقة بالصفقات العمومية والمستجدات التي أتى بها المرسوم الجديد في إطار تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة ودعم المنتجات الوطنية. الصفقات العمومية تدر ما يقارب 245 مليار ديال الدرهم سنويا، بمعنى ما يعادل خمس الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهو مبلغ ضخم كما تعلمون. وبطبيعة الحال حسن تدبير هذه المسألة ديال الصفقات العمومية هي جد مهمة بطبيعة الحال، لأن عندها انعكاسات على الاقتصاد الوطني وعندها انعكاسات على بطبيعة الحال المقاولات الصغرى المتوسطة. خلاصة هذه الندوة من شأنها أن تسهم في توسيع النقاش وإثرائه للدفع بورش الإصلاحات البنيوية التي أتى بها النموذج التنموي الجديد، خصوصا في الشق المتعلق بتشجيع الاستثمار والمشاريع المدرة للدخل من خلال إعطاء الأفضلية للمقاولات الوطنية ودعم بعدها الجهوي. المرسوم جاء بمجموعة من المستجدات همت كافة مراحل الصفقة منذ انطلاقها إلى حكامتها، ولكن تبقى هناك يعني مجموعة من الإشكالات سيقوم المختصون اليوم في هذه الندوة بتدارسها ومحاولة تسليط الضوء عليها بقصد يعني التوسع فيها أكثر. الندوة سلطت الضوء على تدابير الإصلاح التي أتى بها المرسوم الجديد للصفقات العمومية، مع الإجابة على مختلف الإشكاليات القانونية والتدبيرية التي يطرحها في سبيل تنوير الباحثين والطلبة.